ألو، ايه يا فندم؟ أنا توتي. احنا دلوقتي بطوطة بطوطة، انت خدت من بطوطة 100 جنيه ليه؟ لا يا فندم، هو مخصوم منها يا فندم في خدمة الكولتون. ممكن اوضح لحضرتك؟ طيب خصم الرصيد حصل في ايه؟ طب وضح لي بس عبوش الأول. الفيديو دوت الناس طلبوه كتير، اللي انا اكلم خدمه العملاء عشان بطوطه اتخصم منها رصيد. طبعا انا هعمل كده، هدفي من الفيديو الناس كلها تضحك، وحتى كمان اللي هيكلمني انا واثق ان هو هيضحك مع بطوطه. يلا بينا. انت عايزه واد ولا بنت؟ انا ما اعرفش طبعا. يلا يا بطوطه، محدش يتكلم يا جماعه. يا رب. عايزه واد ولا بنت؟ ولد. يا رب. ولد. يا رب ولد. يا رب. ايه كده ولد؟ الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا حبيبي. كل سنه وحضرتك طيب. اه كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. يا لهوي يا لهوي، انت بتقولي كده عشان ما تدعيش الفلوس؟ لا، ده انا بطوطة. انا فين؟ فين الفلوس؟ الو، ما حضرتك يا فندم بعتذر لك كده. فين الفلوس؟ فلوس ايه يا فندم؟ انتوا حسبت فلوس، انا شهدت بدري. وصلتني 23 جنيه. ليه؟ ايه يا فندم؟ ارتبط بيا كده عبوله.
بص بص هقول لك حاجة، أنت ترتبط بيا وترجعلي الفلوس وأنا أسيبك على طول. كمان بوسة، كم بوسة؟ يا فندم المكالمة دي يا فندم لسه مسجلة، يعني أوضح لحضرتك إن مسجلة؟ أه يا فندم مكالمة خدمة العملاء بتكون مسجلة يا فندم. يعني توافق؟ هموسة 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 كده بص كده هموسة ممكن أوضح لحضرتك. طيب خصم الرصيد حصل في إيه؟ طب وضح لي بس هموسة الأول كده وأنا يا فندم مش هينفع ما ينفعش؟ لا يا فندم مش هينفع ما بيعرفش أنا عشان اوضح له المشكله بالظبط. هو انت ما بتفهمش مني؟ استاذه حضرتك معايا؟ معاك يا حبيبي للصبح. انا يا فندم اوضح لحضرتك دلوقتي الرصيد المخصوم من حضرتك. طيب. مخصوم من حضرتك 5 جنيه في خدمه الكلتون. عامل ايه كده كده؟ انت بتقول ايه؟ قلت ايه يا فندم؟ كلتون كلتون. كلتون. يا ريتو تفكروني بسيطة وتاخدوا الفلوس ليه؟ دي يا فندم خدمة إن لما حد بيتصل بحضرتك بيسمع مزيكا. يا فندم 25 جنيه مخصمين من حضرتك قيمة 6000. آه؟ 6000 يا فندم. أنا عاوزة دلوقتي البدلة بتاعتي، عاوزة البدلة بتاعتي. ممكن يا فندم لو في طيب حد جنب حضرتك أوضح له يا فندم بس المشكلة، لو في حد كبير جنب حضرتك. أيوة في. طيب ممكن حضرتك يا فندم تدوني؟ يا دعاوي. يا دعاوي. ايوه بطوطة تعالى بسرعة. في ايه؟ في حد هتبدل رد ليه؟ حد خد 100 جنيه منك 100 جنيه؟ اه لا ده انا هموته، ده انا هضربه، انت ما تعرفينيش يا بطوطة ولا ايه؟ وانا يا بطوطة في ايه؟ هتبدل رد ليه؟ مين ده؟ دوت التليفون خد منك 100 جنيه؟ اه وماله مش عيب، الو حضرتك انا هو بيقول ايه؟ تلفزيون وتكهرب. ماشي هات فلوس يا حبيبي الاول وبعد كده نقول لك واحنا طيب. ما بص ما الشغل اللي اشتغلات ديت وانت تخش لي الدخله ديت على اساس ان انا اضعف بابا اقول لا ما يخصنيش. احنا دلوقتي بطوطه بطوطه انت خدت من بطوطه 100 جنيه ليه؟ لا يا فندم هو مخصوم منها يا فندم في خدمه الكولتون. ايه خدمه الكولتون دي؟ دي يا فندم خدمه لما حد يتصل بحضرتك بيسمع مزيكا لحد ما حضرتك بترد عليه. طب انا مالي؟ طب ما يسمعوا انا مالي انا؟ لا انا حاطط مزيكا اللي قدامي اللي بيسمع وقدامي هو اللي بيتمزج، يبقى هو المفروض يحول لي انا رصيد مش انا. لا بقول لك ايه يا بطوطه، الواد ده ساكن فين؟ معرفش. انت منين يا كابتن؟ عفوا يا فندم. قول ايه يا فندم؟ قول هتلاقي الدنيا حلوه، انت لما تقول كده من جوه هتلاقي بص كل حاجه تمام. طب قول لا هاتي بوسه يا ولد لا انا بحبك يا ولد لا هاتي بوسه وانا هجيب لك ال 100 جنيه يا ولد ما ينفعش هجيب لك ال 100 جنيه لا يا بنت هجيب لك ال 100 جنيه بطل 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 ركز معايا ايوه معاك يا حبيبي فين يا حبيبي الفلوس بقى الفلوس بطوطه شحنت ب 100 جنيه واتبقى لك كام؟ 23 جنيه 23 جنيه؟ اه اتبقى لها 10 جنيه لا 23 يا بنت استني اخد انا ال 13 جنيه دول لما يوصلوا ده بيضحك طب انا هستأذن انا امشي امشي انت بتعرفش معايا؟ انا ماشي 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 هو فندم بس في قيمة استلاف مخصومة من حضرتك يعني انا عاوزة بدلة انا عاوزة
كمان بوسه وخلاص. فندم هو ده صوت حضرتك؟ هو ده صوت وحش، هو ده وحش. ده ابويا وعامل استشوار ومعروف. انا بقول لك ايه، انا بنو فليكس بتاع بطوطه ولؤي اللي بيتكلم من بطني. انا كنت حاسس. ازاي حضرتك؟ كنت حاسس. اعمل ايه؟ انا قلت بس يعني الشخصيات دي مش غريبه عليا برده، انا عارف حضرتك وتابعك على طول. ما هي بطوطه، هي بطوطه اللي في بالك. هكدب حضرتك يا فندم. لا لا لا، انت عامل ايه؟ انا بس انا قلت بس يعني العيد بقى وكده، قلت عايد عليكم و وابسط الناس وانتوا كمان تنبسطوا. انا حاسس يعني ان انتوا بيكون عندكم ضغط كتير وكده تقريبا يعني. هو بالفعل يا فندم بيبقى في ضغط كتير جدا على خدمه العملاء في الاوقات زي دي، وطبعا شكرا جدا لحضرتك عن حاجه زي كده، اكيد دي فرقت معايا جدا جدا في اليوم يعني. شكرا جدا لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. يعني انت مبسوط ومش متضايق؟ لا يا فندم اكيد هتضايق ازاي يعني، ده شرف ليا ان انا كلمت حضرتك. حبيبي ما بديكيش بوسه. ما تاني ما هو مش هينفع بقى عشان كده كده مش هينفع بطوله دلوقتي. حبيبي ماشي يا جماعه، شكرا جدا ليك حضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب، شكرا للصلاه. يلا سلام. ايه ده، استنى يا بيتش. باي باي. باي باي حبيبي. باي باي يا جماعه، ولو عجبكم الفيديو ما قفل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك، تعملوا شير، ولو في اي يعني لو في اي افكار جديده اكتبوا لي في التعليقات. والقناه على اليوتيوب برضو اسمها بنو فليكس، خشوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان برضو فيها فيديوهات تانية جديده. اه لهم باي 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 باي.